وحيد ما محسسنيش خالص بغياب علي معلول. وقبل كده بس علي معلول علشان يمكن كان بيشارك بشكل اساسي في المباريات. محمود وحيد كان غايب برضو بشكل كبير، بس عمل مباراه امبارح يعني برضو كريم سعيد، واحنا امبارح لما تابعنا كان عامل تمريرات كلها صحيحه افتكر يعني، صح؟ انت عارفه حضرتك؟ تقريبا برضو الموسم اللي فات والموسم ده كان بيغيب فتره كبيره جدا، ولما بينزل بيأدي كانه بيلعب كل الماتشات، سبحان الله حاجه. طب ما اجاييه لياقه بدنيه عاليه جدا، ما حسسنيش انه كان غايب بقاله فتره ونزل، يعني التوب فورم عنده كان عالي جدا برضو اجاييه. طبعا وبعدين الراجل ما رضيش يطلعه مكافاه ليه. ايوه يعني 90 دقيقه لعبهم كلهم. 99 الراجل زود 8 دقائق عشان يتعود 8 دقائق علشان يعني يثبت ان هو الكرامب ده مش ما فيش مشكله بالنسبه له. فلاعب 8 الراجل موسيماني ما رضيش يخرجه. ما دي يا كابتن وحضرتك طبعا مدير فني وعارف ان ده بيبقى تنظيم فرقه من بدايه السيزون، انك بيكون عندك السكاوت بتاعك متكامل. النادي الاهلي عنده دكه قويه جدا، وده ميزه، ودي ميزه الفرق الكبيره خاصه بتلعب مسابقات على مستوى عالي جدا، بتلعب مسابقات كتيره يعني، عندنا لسه السوبر المصري والسوبر الافريقي، فان يكون عندك دكه تقيله ده شيء يحسب للاداره، توفير الامكانيات عشان تجيب لعيبه مميزه. وعين موسيماني، عايز اتكلم مع حضرتك على موسيماني، والناس اللي انا في اعتقادي اللي ما بتفهمش كوره قوي يعني بتقول موسيماني اصل محظوظ، اصل يعني بيضحك، يعني كلام بعيد عن حتى النقد البناء، بعيد عن الكوره. الراجل لاعب اعتقد 26 مباراه، خسران المباراه الوحيده اللي خسرها امام بطل اوروبا وبطل العالم. فتقييم حضرتك لموسيماني ايه الفتره اللي فاتت؟ موسيماني انا قلت من اول يوم الراجل ده جه، اول ماتش في الدوري عمل حاجه يعني استحاله اي مدرب يعملها، انه يبدا من الشناوي، بيبدا الهجمه من تحت. احنا في فتره بعد فايلر ما كان ماشي كويس قوي ابتدى يحصل هبوط شويه في ادائه وفي التشكيل واول اخره، الراجل جه كانت الفرقه فيها نوع من عدم الثقه شويه. صحيح مظبوط. موسيماني اول ماتش انا فوجئت ان الراجل ما فيش حاجه ان انا ببدا هجمتي ان انا كره طويله وشويه لعيبه طويل، لا بيبدا من عند هاني يبتدي يلعب مع ياسر مع ايمن. وبعدين شفنا قبل كده في الماتشات اللي لعبها ثلاث ماتشات امبي واظن المقاولين العرب واعتقد المقصه يعني، الاداء الثقه اللي اداها للعيبه بسرعه قوي كده، ده نوع من انواع الاقتناع اللعيبه بالمدرب، والمدرب عارف الخامه اللي معاه ايه. قدرات كل لعيب عارف يعني ان انا لما هطلب من الشناوي وهطلب من بدر وهطلب من ايمن انك تبدا الهجمه من تحت، انا واثق مليون في الميه قدراتهم هتعمل اللي انا عايزه. الراجل بقى له يومين وبيبدا الهجمه من تحت، وبعدين شفنا الاداء الرائع اللي عمله. انا شفت ماتش عمري ما شفته في حياتي، ماتش انبي 45 دقيقه انبي ما عندهاش سنتر، وانبي فرقه قويه مش فرقه ومعاها مدير فني وهو الاخر، ومع ذلك ما عدوش السنتر نتيجه اولا اضغط في الحته الفلانيه، كل الفرقه ضغط الضغط اللي ما يخليش المنافس ضغط جماعي يطلع باي نوع من انواع، حتى لو عايز يطفشها مش قادر لان الضغط قوي جدا عليه. ما فيش حاجه اسمها حظ في الكوره، في نسب وفي توفيق. في توفيق طبعا، النسب والتوفيق دي جزء ربنا بيبعته للمجتهد واللي عنده قدره ان هو يخلي 30 لعيب يحبوا بعض ويخليهم يأدوا مفيش اساسي واحتياطي. صح. وازاي يبدا كل مباراه بتشكيل الكل راضي عنه. وحتى لو اختلف الاراء شويه في التشكيل او في الافراد بتلاقي اسلوب اللعب واحد يعني. امبارح كان غايب مثلا عناصر مميزه، علي معلول كان غايب، ايمن اشرف كان غايب، بنتكلم على حسين الشحات كان غايب، طاهر محمد طاهر اللي عمل اداء اكتر من رائع في كاس العالم للانديه كان غايب. فانك الغيابات ديت تتعوض بشكل وباداء وبنتيجه، ده شيء يحسب للمدير الفني وللعيبه اللي نزلت يا كابتن. انت عارف يا كابتن هاني بيحسبها بالدقيقه، يعني انت في الدقيقه الفلانيه راح مغير ثلاثه اعتقد او مغير ثلاثة مرة واحدة مروان سيناريو على حسب سيناريو المباراة فعلا، وعارف ان انا محتاج اجي في الماتشات اللي جاية، فانا مش هخرجه علشان الفتنس بتاعه
اذا كان في هناك عجز شويه فبدهوله. التغييرات اللي هو عملها دايما بيعملها لانه عارف ان هو مثلا بالنسبه لمحمد مجدي قفشه لحد النهارده برضو حته الـ فيها سنه بطء شويه، وهو في الوقت ده محتاج لقفشه. ليه؟ لان الفرقه بعد 3-0 ابتدى يبقى فيه نوع من الايه العنف الزياده، فخاف عليه فابتدى من الفريق المنافس فلازم كان فابتدى يطلعه. أيوة، وبعدين بينزل مروان بقى بيعمل ايه؟ بيعمل الواجب الدفاعي والهجومي، وشفنا يعني حتى الربع ساعه ما يلحقش يعني يعمل شغل، لكن عمرو السوليه ما بيطلعوش خالص، على الرغم ان في فترات عمرو يعني بيبقى احيانا مجهد. ومع ذلك شفنا الجول اللي عمله الكهرباء يعني باصه يعني ولا اروع من كده، يعني حاجه يعني مع الجهد ومع العرق ده على طول مصمم ان عمرو السوليه كقائد في وسط الملعب بيعمل عمليه الربط وعمليه التكمله في الهجمه والحاجات دي كلها. فالراجل الحقيقه عمليه البخت انا مؤمن ان فيه توفيق، لكن الراجل بيشتغل علمي بنسبه 100%.